السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي متابعين قناة ذا فيوتشر كوين وقناة بيتسي وورلد عالم البيتكوين؟ فيديو جديد على قناتنا، القناة المهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. بهذا الفيديو أصدقائي راح أتكلم عن العملتين الشهيرات، عملة تيرا لونا وعملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا أصدقائي عيد أضحى مبارك على الجميع، وإن شاء الله أصدقائي في الأيام القادمة بيتحسن وضع سوق الكريبتو ونحقق مرابح أكثر بكثير من الفترة الصعبة اللي مرينا فيها في الفترة الأخيرة. طبعا الأشهر الأخيرة اللي مرينا فيها تقريبا 3 ولا 4 أشهر كانت الأسوأ في تاريخ قناتنا. طبعا أصدقائي ما نبلش الفيديو بدون اشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية، ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام. طبعا اليوم نزلنا صفقات مضاربة مجانية بمناسبة يوم عرفة. خليكم معنا أصدقائي لبعد الأنترو. طبعا اصدقائي بالفيديوهات السابقه تكلمنا عن عمليات الحرق اللي راح تصير على منصه كوين ان. طبعا اصدقائي بدا الحرق تقريبا من 4 ايام، من يوم 4/7 بدا الحرق. نحن اليوم بيوم 8/7 او نهايه 8/7، يعني تقريبا انتهينا من 4 ايام. لحد الان في عمليه الحرق لا تتجاوز 1,200,000 قطعه. طبعا 1,200,000 قطعه اصدقائي بسبب حالي لا يتجاوز 90 دولار. هذا امر مؤسف جدا ومخيب للامال. حرق الحالي حرق لا يجدي او ما بيأثر على العملة، واذا راح نتم على هاي الوتيرة او بهاي سرعة الحرق اللي نحن فيها حاليا فبنحتاج عقود او قرون حتى ينقص من التوتال سبلاي الخاص بعملة تيرا لونا. طبعا التوتال سبلاي الخاص بالعملة اصدقائي 6,906,000,000,000، انا بهمني هالرقم لحد الان ما في اي تغير. المرة الاخيرة تم حرق 1,000,000,000 قطعة إلى حد الآن لم يتم التغيير. أما بالنسبة لعملة تيرا لونا أصدقائي التوتال سبلاي 1,400,000,000 قطعة، أما المعروض للمتداول هي 127,000,000 قطعة. طبعا عندي ارتفاع الفوليوم على العملتين، لكن أصدقائي الارتفاع الفوليوم ممكن يكون فوليوم هبوطي حسب تحليل العملتين. نحن حاليا عم نمر بمناطق سيئة جدا، وخاصة بعد قرار دولة كوريا الجنوبية وأمريكا بملاحقة دو كوان. طبعا أمريكا وكوريا الجنوبية قالوا لازم نفتح تحقيق بانهيار عملة تيرا لونا. طبعا الدولتين رح تقدم وثائق لبعض حتى يساعدوا في إكمال عمليات التحقق. طبعا هاي الأخبار أصدقائي بتؤدي لهبوط في عملة تيرا لونا وتيرا لونا كلاسيك. لهيك خلينا نبتعد عن التداول. بعد ما خرجنا في المرة الماضية بسعر 16، نحن حاليا عند المثلث اللي رسمناه المرة الماضية. طبعا المرة الماضية رسمنا المثلث بهالمنطقة وصدأ المثلث وصار عندي انفجار. أما حاليا أصدقائي عند المثلث، لكن هذا المثلث بالمرة هاي مثلث سلبي ممكن يكسر ويسبب عندي هبوط بالعملة إلى مناطق من 4.8 إلى 4.6. هاي المناطق ممكن ترجع العملة ترتد أو ترجع العملة تبدأ تنطلق منها من أول وجديد. طبعا رح قسم رأس مالي في المرة هاي على جزئين. الجزء الأول راح أشتري مناطق ما بين 7 إلى 8، والمرة الأخيرة راح أشتري على مناطق 6. هدول خطوتين مهمات جدا أصدقائي. أنا حاليا ما بدخل بعملة تيرا لونا إلا بالأسعار هاي. طبعا إذا دخلت بعملة تيرا لونا كلاسيك بهاي الأسعار موجودة أمامكم اللي هي على 6، ما بين 6 و8، فهي فرصة استثمارية رائعة جدا. إذا رجعنا لقمة 16 ممكن نعمل 1X. أما بالنسبة لعملة تيرا لونا أصدقائي نفس المخطط، لكن مخطط إيجابي. لكن انهيار عملة تيرا لونا كلاسيك ممكن يأثر كمان على انهيار عملة تيرا لونا أو لونا 2.0. لذلك أصدقائي عم ننتظر إكمال المثلث، ممكن نمشي بشكل عرضي أو ممكن تنتقل الإيجابي إلى السلبي. هذا أمر متوقع جدا، لكن لحد الآن الشرط الخاص بعملة تيرا لونا غير واضح على عكس عملة لونا كلاسيك اللي تقريبا كسرنا الترند الصاعد. طبعا أصدقائي الأخبار السلبية عم تطلع على العملتين، هذا الشيء بيؤدي لهبوط العملتين. لحد الآن ما في عندي أخبار إيجابية، ما في عندي عمليات حرق مطمئنة ممكن تنقذ العملة. الحرق لحد الآن لا يتجاوز 90 دولار من يوم فتح باب الحرق. مثل ما قلنا أصدقائي راح نبتعد عن التداول في عملة تيرا لونا وتيرا لونا كلاسيك. حتى لو صار ارتفاع بالبيتكوين ممكن هالعملتين يهبطوا، مثل ما شفنا بالمرة السابقة انفجرت العملتين وكان البيتكوين في حالة هبوط. هالمرة حتى ممكن يصير عملية ارتفاع
لا البيتكوين وهبوط لعملة تيرا لونا وتيرا لونا كلاسيك. أنا بنصح الجميع بعدم الشراء حاليا ننتظر مناطق ما بين 6 إلى 8، مناطق شراء ممتازة جدا. أصدقائي يمكن وصلنا هذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.